مساء الخير. احنا يا دوب اذان المغرب هيأذن النهارده 1/10/2021. احنا في ارض 9 فدان في يوم الفيلا اللي في وشنا دي، والارض دي بتتزرع محاصيل كانت زرع في الشتاء اللي فات، وارض مميزه جدا وسعرها حلو. تفاصيل الارض هي عقد ملك نهائي خالص الثمن، ملهاش جنيه لاي جهه، والارض دي لها شركه في بيرين، كل بير لها ربع بير، مفيش اي مشكله في المايه خالص. هم 4 قطع، كل قطعه 9 فدان، ومشتركين في البيرين. برضو نفس القصه في محاول الكهرباء، محاول الكهرباء 100 كيلو هي مشتركة في المحول بربع الحصة، يعني لها 25 كيلو. كهرباء بتاعت الفيلا منفصلة عن المحول، كهرباء لوحدها، دي كهرباء ريفي لوحدها. الأرض دي 9 فدادين زي ما احنا قلنا، 5 دقايق من الصحراوي، طريق جميل جدا، والأرض بسم الله ما شاء الله. الأرض دي لما بتتزرع، أنا شفت الزراعة بتاعتها السنة اللي فاتت بسم الله ما شاء الله، والمية اللي فيها حلوة جدا. المطلوب في الارض 400,000 الفدان، 400,000. السلام عليكم. حاجة تانية، دي في مزرعة جنبها 9 فدادين برضو، مزرعة زيتون كلها ولها بير خاص بيها مش شرك، وفيها زريبة للمواشي بتشيل 15 راس، وفيها استراحات للعمال، ومطلوب فيها 450,000 الفدان، 450,000.